السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خيال، والنهاردة درس جديد من دروس برنامج الفوتوشوب. في الدرس ده هنتعلم ازاي نعمل حركة من صورة ثابتة. الدرس اللي فات اتكلمنا عن حاجة اسمها السينما جراف في الفوتوشوب، وعرفنا ازاي ان احنا يبقى عندنا مقطع فيديو في الاساس ونثبت منه جزء ونحرك منه جزء، والفن ده اسمه السينما جراف. في الدرس ده بقى هنتعرف ازاي نعمل حركة من صورة اوريدي ثابتة، يعني الصورة عندنا ثابتة ما فيهاش اي حركة في الاصل، واحنا اللي بنبتدي ناخد منها جزء او نعمل سيليكت على جزء ونبتدي نحركه. الفن ده اسمه بلوتاجراف، موجود من فترة برضو على النت، تقدروا تعملوا عليه بحث وتطلعوا نموذج ليه. طيب منين برضه هنجيب الصور اللي احنا عايزين نحركها؟ طبعا لك حرية اختيار، يا اما صورة انت مصورها شخصيا سواء بكاميرا موبايل او بكاميرا احترافية، او تجيب صور من على الانترنت من اي مصدر كان. هسيب لكم اسفل الفيديو تحت الموقع اللي انا بستخدمه، تقدر تنزل منه الصور اللي انت عايزها وتبتدي تشتغل بيها. طيب تعال نشوف بعض النماذج دلوقتي من الفن اللي انا اقصده ده، او من الحركة اللي احنا نقدر نعملها من صورة ثابتة. هعرض عليكم بعض النماذج صورة ثابتة، وبعدين بعد ما حركنا منها جزء بقت عاملة ازاي. زي ما شفنا عرضنا عليكم بعض الصور الثابتة، وبعد ما حركت منها جزء معين بقى شكلها عامل ازاي. طيب الفن ده او الطريقة دي هتفيد مين من الناس؟ انا من رأيي ان هي هتفيد اكتر من فئة من المصممين. يعني عندنا مثلا اول فئة اعتقد ممكن فئة المصورين ممكن يستفيدوا من الموضوع ده كويس جدا. لو انت صورت صور احترافية طبعا تبتدي تحرك منها جزء وتثبت منها جزء وتعرضها على العميل بتاعك او على الانترنت او على حسابك، هيبقى شكلها ظريف جدا سواء تعرضها كمقطع فيديو ام بي 4 او كصوره جيف. كمان مصممين الدمج هيستفيدوا من الموضوع ده كويس جدا جدا، بعد ما تشتغل وتدمج الصوره بتاعتك او البوستر بتاعك او ايا كان ايه هو التصميم، تقدر تشوف ايه الحركات او ايه المقاطع او ايه الاماكن اللي في الصوره اللي انت تقدر تحركها. طبعا حاول انت بتختار جزء معين ان انت تحركه يبقى جزء طبيعي او منطقي ان هو يتحرك، زي السماء، زي السحاب طبعا، يعني قصدي زي الرمل، زي البحر، زي الشعر، الحاجات اللي تقدر ان هي بتتحرك مع الهواء او بتتحرك بشكل طبيعي دي تقدر انت تحركها، فبيدي للصورة جمالية وبيدي الصورة واقعية اكتر. يعني تقدر كمان تفيد المصممين الجرافيك اللي مصممين الهويات والشعارات، ان انت ممكن بعد ما تخلص الشعار بتاعك تشوف الشعار ده بيتكلم عن ايه. يعني لو شعار طبي، شعار سيارات، ممكن انت تجيب حاجة زي كده او صورة متعلقة بالموضوع وان انت تبتدي تحط عليها الشعار بتاعك وتبتدي تحرك جزء منه، هيديله واقعية اكتر وهيديله جمالية، وده اللي هنشوفه النهاردة ان شاء الله معانا في الفيديو. طيب تعالوا نبدأ. انا طبعا استعنت بمجموعة صور، هسيب لكم اللينك بتاعها اسفل الفيديو. دي صورة عادية، صورة ثابتة زي ما انتم شايفين اهو، وبص على الصورة بشوف ايه اللي اقدر احركه ويدي للصورة واقعية اكتر. يعني طبعا ممكن ابتدي احرك هنا السماء اللي موجودة عندي، واحرك الدخان اللي موجود هنا واللي طالع من القطر، دي الحاجات اللي بالفعل في الطبيعة بتشوفها متحركة. طبعا ممكن الحشيش برضو تحركه حاجة خفيفة كده بحيث ان ده بيتحرك مع الهواء. طيب ازاي بقى نبتدي نشتغل على الموضوع ده؟ طبعا المقاس زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت لك حرية اختيار، لو انت مقاس هتعرضه على الفيسبوك او على النت عموما او على اليوتيوب بتختار المقاس اللي اتكلمنا فيه الدرس اللي فات، او لو انت هتعرض مقاسك مقاس مربع على الانستجرام فبتخليه 640 بكسل في 640 بكسل. خلينا نشتغل على المقاس اللي قدامنا ده دلوقتي، وفي التطبيق التاني مع الصورة التانية ممكن نعمل المقاس اللي هو 640 في 640. انا عندي الصورة عندي اهي، خلي بالك الصورة عندك ممكن ما تنزلش ان هي باك جراوند مقفول، ممكن الصورة بتاعتك تلاقيها بالمنظر ده، ممكن الصورة بتاعتك تبقى لير عادي مش مقفول بالمنظر ده. يستحسن لو الصورة بالمنظر ده كده ان انت تقفلها. ازاي هقفلها او اخليها ازاي باك جراوند مغلقة؟ ان انت هتروح هنا لقائمة لير بتقول نيو باك جراوند فروم لير، بحيث ان هو يقفلها زي ما انتم شايفين كده. ليه هقول لكم ليه دلوقتي واحنا شغالين.
دلوقتي المطلوب مني ان انا احدد او اعمل سيلكت على الاجزاء اللي انا عايز احركها. وليكن انا نظرت للصورة بتاعتي ولقيت ان انا عايز احرك السماء والبخار ده اللي طالع من القطر. فدلوقتي خلينا نبتدي بالسماء، هعمل عليها سيلكت. خلي بالك السيلكت هنا اعمله باي طريقة انت بتحبها في فوتوشوب، عشان السؤال ده اتسأل برضه في الدرس اللي فات، مش شرط الطريقة اللي انا بستخدمها، اي طريقة، لاسو تول، البين تول، الكويك ماسك، البراش، اي طريقة انت عايزها اشتغل بيها. يعني انت ممكن تيجي كده مثلا وتبتدي تعمل سيلكت عند ماسك، وتبتدي تختار الفرشة بتاعتك وتبتدي تعمل سيلكت حسب ما انت عايز، الطريقة اللي تريحك اشتغل بيها، وبعد ما تخلص طبعا تقول له اوكي، او تعمل انعكاس للسيلكت اللي انت عملته. انا عن نفسي ما بحبش الطريقة دي، انا بستخدم طريقة تانية، فليك حرية الاختيار. السيلكت اعمله بالطريقة اللي تريحك واللي انت متعود عليها. انا بشتغل عادة بطريقة الكويك ماسك، بختار من الايقونه دي كويك ماسك، او بضغط كيو من الكيبورد بحيث يبتدي معايا الكويك ماسك يتفعل، واروح عند البرش بتاعتي هنا وابتدي ان انا اعمل سيلكت على الجزء اللي انا عايزه يتحرك. ممكن طبعا تكبر الفرشه زي ما احنا عارفين، ضغط على حرف الدال من الكيبورد ابتدي تكبر الفرشه بتاعتك كده، وده بسيط جدا. بس عايز بعد ما تخلص سيلكت بس ركز كده، مثلا انا هعمل سيلكت بالمنظر ده، خليني اخد كمان الجزء ده وليكن مثلا كده، سيلكت كمان هنا. خلاص انا خلصت السيلكت بتاعي بالمنظر ده، اضغط تاني حرف الكيو من الكيبورد، او اضغط على نفس الايقونه اللي هي الكوك ماسك بحيث يعمل لي سيلكت بالمنظر ده. انا مش عايزه كده، انا عايز اعمل انعكاس للسيلكت، لان انا عملت تحديد للسماء والدخان اللي هنا مش لتحت. فاروح لقائمه السيلكت هنا واضغط على انفرس اللي اختارها شيفت كنترول اي، عمل لي انعكاس للسيلكت بتاعي. بعد كده مطلوب ان انا اطلع السيلكت ده في لير لوحده، برضه زي ما انت متعود عايز تطلعه باي طريقه طلعه. ممكن تعمل كليك يمين هنا وتقول له كوبي، او تروح هنا في اديت تقول له كوبي، وبعدين اديت تاني تقول له بيست، هتلاقيه طلعه لك في لير لوحده زي ما انت شايفين اهو. حسب ما انت عايز اشتغل الطريقه اللي يريحك. طيب انا خلاص عملت السيلكت بتاعي ده وخدته في لير لوحده زي ما انت شايفين كده، اروح بقى اظهر التايم لاين بتاعي عشان ابتدي اشتغل. ادام في حركه يبقى لازم في تايم لاين، اضغط على ويندو واختار تايم لاين، ظهر معايا التايم لاين اهو. ممكن اصغره شويه كده بحيث اشوف الصوره بتاعتي. وتعالى بقى اضغط كرييت فيديو تايم لاين، اول ما اضغط عليه نزل في التايم لاين عندي ايه، نزل اللاير ده بس بتاع السيلكت اللي انا عملته. ليه ما نزلش اللاير التاني ده؟ لان انا عملت له باك جراوند، لان انا قفلته، عشان كده قلت لك اقفله، لانه هينزل معاك لو ما قفلتوش في التايم لاين هنا، فيبتدي يضايقك، واحنا مش عايزينه، وهو ملوش اي علاقه دلوقتي، مش شغلنا نهائي. فبدل ما تنزله في التايم لاين ويضايقك، فيستحسن ان انت تقفله وينزل بس في التايم لاين الجزء اللي احنا عايزين نشتغل عليه. طيب انا هقلل الحركه كده، انا مش عايز كل ده، وليكن انا عايز مثلا لحد ثانيتين بس، اوكي، او ممكن ثانيه كمان حسب ما انت عايز. خلينا نصغره كمان، نخليه لمده ثانيه واحده بس. اكبر التايم لاين بتاعي كده. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب مني ان انا اعمل ترانسفورم للمقطع او السيلكت اللي انا عملته ده، السحاب دي مطلوب مني ان انا اكبرها بس شويه صغيرين، او اصغرها حسب ما انت عايز. فلو جيت هنا على السهم الصغير ده وفتحت التايم لاين، هلاقي ان عندي البوزيشن والاوباستي والستايل، ولكن البوزيشن طبعا ان انت هتحركه شمال او يمين او فوق او تحت، لا انا عايز اكبره ترانسفورم، بالتالي مش موجود عندي امر ترانسفورم هنا. طب ازاي اخليه يبقى موجود من ضمن الاوامر دي؟ الموضوع بمنتهى البساطه، ان انت هتيجي تعمل كليك يمين على اللاير وتقول له كونفرت تو سمارت اوبجكت. اول ما اعمل عليه كده اروح تاني افتحه من هنا، هلاقي ترانسفورم عندي ابتدت تظهر، واللاير بتاعي بقى سمارت اوبجكت. تأكد ان انت الراس بتاع الهيد نفسه بتاع التايم لاين واقف في الاول هنا، واضغط على واضغط هنا ضغطة واحدة على الكي فريم هنا اللي عندي، بحيث ان انا انزل الكي فريم بالمنظر ده، وتحرك بالهيد بتاع التايم لاين لاخر المقطع عندي، او اخر الجزء بتاعي هنا كده، واضغط كمان كي فريم هنا على نفس النقطة ده اهي. يبقى هو ضاف لي واحدة هنا اهي وواحدة اهي. الواحدة الأولانية ما عملتش فيها أي حاجة، التانية وهو عامل عليها سيلكت، معمول عليها سيلكت بالأصفر، يعني دي متفعلة. هضغط كنترول تي وأروح أضغط هنا وأكبر بس كده حاجة بسيطة اللير بتاعي بالمنظر ده. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا عملت هنا حركة انتقالية، إن أنا حطيت له كي فريم من هنا ابتدي ثابت، وابتدي اتحرك 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 لحد ما تبتدي تكبر من هنا. طيب تعالوا نشغل بلاي ونشوف إيه اللي حصل. بص هنا
واخدين بالكوا ايه اللي بيحصل؟ السماء بدأت تتحرك معايا اهي. الموضوع بمنتهى البساطة، ولكن لو تلاحظوا، خليني أوقف وأضغط كده عشان أوريكم حاجة بس في الحركة. أنا بضغط هنا تاب وإف عشان أشيل كل حاجة، وأبتدي أضغط ماستر بلاي عشان يبتدي يشغلي المقطع بتاعي. بصوا السماء بتتحرك، ولكن بصوا بتيجي في لحظة وبيحصل جامب كده أو نطة مش طبيعية، اللي هي بتنتهي عندها المقطع وبتدي يجي من الأول تاني. فالنطة دي أو الحركة دي بتحسسني إن الموضوع مش طبيعي. فازاي إن أنا أعالج الحتة دي؟ عشان تعالجها الموضوع بسيط، هوقف هنا عندي، هروح عندي اضغط على الايقونه دي، دي ايقونه الانتقالات. لو ضغطت عليها كده هيطلع لي دي الانتقالات المتاحه داخل الفوتوشوب عندك. هختار الاول حاجه اللي هي الفيد. الفيد ده بيعمل ايه؟ الفيد ده بيعمل لي تلاشي للمقطع او للانتقال ما بين الانتقال ده للانتقال ده، بيعمل لي تلاشي خفيف بحيث اللقطه عندي ما تبانش ان هي فيها حاجه مش طبيعيه، فيها نطه غريبه بتحصل مره واحده. فكل مطلوب منك ان انت تمسك الفيد ده دراج وتسحبه هنا، وتمسكه هنا وتسحبه هنا. انا عملت هنا وهنا. طيب تعالوا تاني نشغل ونشوف ايه هو اللي عمله لنا. انا هضغط بلاي من المسطرة يعني بتاع الكيبورد، يبتدي يشغل. بصوا الحركة ما عادش فيها النطة اللي كانت بتحصل قبل كده. الموضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين. يبقى انا خلصت كده عندي اول حاجة عندي. طيب لو انا حبيت ازود مدة التحريك بتاعي شوية اكتر من غير ما ازود هنا في التايم لاين، الموضوع بسيط. ان انت هتيجي هنا تمسك اللير بتاعك ده ودراج وتسحبه على الفولدر بتاع النيو فولدر هنا، فعمل لي جروب جديد لللير بتاعي. طبعا برضو ليك حرية الاختيار، يا اما انت تسحبه كده يا اما تعمل كنترول وجي من الكيبورد حسب ما انت متعود. فدلوقتي هو عمل لي جروب لللير بتاعي. كل ما مطلوب منك برضه انت تمسك اللي انت اتعملت، طبعا ممكن تسميه، خلينا نسمي ده عشان ما نتلخبطش، ان ده سحاب مثلا اهو كتبنا بالعربي كمان، ان دي سحاب. هتمسك السحاب دي وتسحبها كده على ايه، نيو، تسحبها على نيو، تمسكها كمان تسحبها على نيو. يبقى انا عندي اربعه فولدر اسمهم سحاب. كل ما مطلوب منك انت تحرك كل واحد فيهم بالمسافه دي وليكن كده، تحطهم كده. يبقى انا عملت تمديد للقطه بتاعتي والحركه بتاعتي بقت موجوده اكتر، ان هو هيخلص هنا ويخش على الحركه الثانيه ويخش على الحركه الثانيه ويخش على الحركه اللي بعدها. طيب كده انا خلصت الموضوع عندي وخلصت الحركه بتاع السحاب. طب ما تيجي نعمل حركه كمان، ايه هي حركه بتاع الدخان هنا. تعالى نعمل الدخان ده ونخليه كمان ان هو يبتدي يتحرك معايا. ازاي؟ نفس الموضوع، اروح اقف على الباك جراوند بتاعتي الاصليه بتاع الصوره، واجي هنا بالبرش الاول، اختار الكويك ماسك زي ما انا عايز، وبعدين اختار البرش، وبعدين ابتدي اعمل سيلكت على الجزء اللي انا عايزه. انا عايز احرك الجزء ده اللي هو الدخان اللي انتم شايفينه ده، من هنا ومن هنا. اوكي خلاص، بعد ما خلصت اضغط تاني كويك ماسك كيو، وبعدين سيلكت واعمل انعكاس للسيلكت بتاعي، وبعدين كليك يمين واقول له كوبي بحيث اعمل لي لير جديد. ممكن برضه عشان ما نتلخبطش سميه وليكن مثلا دخان. اوكي وتعالى طبعا هنصغره هنا، خليه طبعا صغره، خليه ثانية واحدة زي ما احنا عملنا اول حاجة. اوكي تعالى انزل بالتايم لاين عندك هنا نفس القصة، هنحول ده كليك يمين كونفرت سمارت اوبجكت، واجي هنا في الاول خالص واضغط هنا افتح اللير واقول له ترانسفورم، واعمل نقطة هنا، وبعدين اجي في الاخر برضو خالص واعمل كمان كي فيليوم نقطة هنا، كنترول تي على اخر نقطة، وابتدي اضغط شيفت والت وابتدي اكبر حاجة بسيطة كده وليكن كده، وبعدين اقول له انتر. طيب تعالى نشغل ونشوف الحركة بتاعتنا. اعمل بلاي، شوفوا الدخان بدأ عندي يتحرك زي ما انتم شايفين كده. نفس الطريقة ونفس الموضوع، هنضغط على ده كده ونخليه في جروب، نعمل كده ونبتدي نسحب ده على نيو كمان مرة وكمان مرة، وابتدي برضو ان انا اكرره عندي هنا كده كده وكده. تمام، يبقى انا هنا عملت حركة للدخان بتاعتي وللسحاب بتاعي. تعالوا نشوف الحركة بتاعي تاني، اضغط مسطرة من الكيبورد، لقيت وبص على السماء بدأت تتحرك والدخان هنا بدأ عندي يتحرك بالمنظر ده.
فانا عملت حركه بسيطه من صوره ثابته عندي. طيب تعالوا نستغل ونعمل صوره كمان ونطبق عليها بعض الحاجات اللي الناس طلبتها. ناس سالت هل ينفع الحركه اللي انا عملتها دي اضيف عليها تكست او لوجو او شعار او ايا كان؟ موضوع بسيط جدا، ضيف اللي انت عايزه كأنك بتتعامل مع الفوتوشوب عادي مع اي صوره ثابته، ما تحطش في بالك ان ده فيديو. اعمل اللي انت عايزه، اكتب تكست، ضيف تصميم، اعمل ادجستمنت لاير، اعمل اللي انت عايزه، ما عندكش اي مشكله. طيب تعال نطبق الكلام ده مع صوره جديده، وليكن انا عندي صوره زي دي. اوكي تعالوا بقى نعمل مقاس الانستجرام اللي انا قلت لكم عليه. نفتح فايل جديد، هخلي الفايل بتاعي زي ما قلت لكم المقاس بتاع الانستجرام اللي هو المقاس المربع، هنخليه 640 640 طبعا المقاس بتاعي بالبيكسل، والريزولوشن بتاعي 72، والكالر مود RGB. واقول له كرييت، عمل لي المقاس بتاعي. هسحب الصوره اللي انا عايزها وليكن الصوره دي، خلاص انا ما عدتش عايز دي، اسحبها هنا وابتدي شوف انت بقى عايز تصغرها عايز تكبرها حسب المشهد او اللقطه المناسبه لك في الصوره اللي انت عايزها. وليكن انا محتاج كده مثلا، او ممكن نلمها كمان شويه كده، وليكن حاجه زي كده. تمام، دي صوره ثابته عندي اهي. خليني امسح اللاير ده انا مش عايزه. وزي ما قلت لكم نقدر نحول الصوره الاصليه دي من قائمه لاير نيو باك جراوند فروم لاير، بحيث ان هو يقفلها لي وما تنزلش معايا في التايم لاين بتاعي. طيب تعالوا هنظهر هنا الاول، خلينا نعمل سيلكت، هضغط هنا على الكويك ماسك واجيب البرش وابتدي اعمل سيلكت على الجزء اللي انا عايزه. انا عايز احرك ايه، احرك السحاب. اوكي بعمل سيلكت على السحاب بتاعتك كده بالمنظر ده. اوكي اهو كده تمام، انا خلصت دلوقتي. اضغط تاني كويك ماسك وابتدي في السيلكت، واعمل لي انعكاس للسيلكت هنا، وبعدين كليك يمين وقول له لير كوبي بحيث يعمله لي في لير لوحده. وتعالى افتح التايم لاين بتاعي هنا تاني. تمام كده، واعمل له كرييت فيديو تايم لاين. قام جاي منزل لي اللير بتاعي هنا في التايم لاين. قال لي انا مش عايز محتاج كل ده، انا محتاج بس وليكن دي او ثانية واحدة. كليك يمين على اللاير وقول له convert to smart object، وبعدين افتح هنا واختار transform بحيث يحط لي اول كي فريم عندي هنا. وتعالى اتحرك بالهيد بتاع التايم لاين للاخر، واضغط كمان نقطة عشان يحط لي كي فريم تانية. بعدين كنترول تي وابتدي اسحب كده، وبعدين انتر. تعالوا نشوف الحركة بتاعتي، بصوا السما، واخدين بالكو؟ طيب الجامب اللي بيحصل او النطة الغريبة اللي بتحصل ما بين اخر نقطة وان هو بيعيد تاني، ازاي اعالجها؟ ان انا اضغط هنا على الانتقالات بتاعي واسحب الفيد هنا كده، واسحبه كمان هنا كده. تمام، انا كده خلصت. ممكن برضو نشغل نشوف تاني، شوفوا بدأ يتحرك بالمنظر ده. طيب تعالوا زي ما قلت لكم، لو عايزين تكرروا العملية اكتر، عملية التحريك تبقى مدتها اطول، فممكن ان انا امسك ده كده واسحبه في الجروب، يبقى انا عملت جروب عندي كده. وتعالى برضو ممكن نسميه مثلا سما. اوكي، واسحبه هنا نيو 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 كمان، وابتدي بقى يحرك دول كده شوية، وحرك دول كده شوية. خليني اصغر بس التايم لاين عندي هنا، وحرك دول كده شويه، يبقى انا عملت اكتر من ده. طيب عايز اعمل كمان تحريك في في الرمل اللي عندي هنا. اوكي مفيش مشكله، تعال اعمل تاني سيلكت على الباك جراوند، وتعال على الكويك ماسك اختار البرش بتاعتك، وابتدي اعمل عليها سيلكت كده اهو. تمام، زي ما انا بعمل كده سيلكت. دي بقى حاجه ترجع لك، شوف انت عايز تحرك ايه. ممكن برضو تحرك جزء من هنا مفيش مشكله، عايز تحرك دي بس مفيش مشكله. خليني كمان اخد دي كلها، خلينا ناخد الرمل كلها كده. يبقى انا عملت سيلكت هنا كده اهو. اوكي بعد ما اخلص اضغط تاني على الكوك ماسك، وبعدين سيلكت، واعمل انعكاس، وبعدين اجي هنا كليك يمين اقول له لير فيا كوبي، وتعالى نصغر المدة بتاعتنا كده. اوكي، واعمل كليك يمين على اللاير ده واقول له convert to smart object، وافتحه كده واخليه ترانسفورم هنا. اضغط على الكي فريم وامسك الهيد بتاع التايم لاين للاخر هنا،
واضغط كمان كي فريم كنترول تي عشان اعمل تكبير للجزء بتاع الرمل ده وليكن كده اهو. وتعالى بقى على طول حط الثقل بتاعي الفيد هنا واحط الفيد هنا. اوكي انا كده خلصت نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت. تعالى ده اسحبه هنا على جروب جديد. اوكي ممكن برضو عشان ما تتلخبطش يا سيدي سميه مثلا ايه رمل. تعالى اسحبه هنا على نيو واسحبه على نيو واسحبه على نيو وابتدي احرك الرمل بتاعي كده. طبعا لازم تراعي ان كلهم يبقى نهايتهم واحدة مع بعض كده. يبقى انا كده خلصت الحركة بتاعي. تقدر تعمل بلاي. بصوا عندي الرمل اهي بتتحرك وعندي السماء بتتحرك. خلاص انت خلصت من التايم لاين وانتهيت منه. اقفله عشان ما يضايقكش. خلاص اهو تايم لاين. وتعالى نشوف الحركة بتاعتنا. اضغط مسطرة من الكيبورد. بصوا معايا الرمل بيبتدي يتحرك اهو زي ما انتم شايفين. وعندي السماء كمان بتتحرك اهو. طيب السؤال اللي جالنا قبل كده، طب انا ممكن اضيف بقى شعار؟ ضيف اللي انت عايزه ما عندكش مشكله. وانا عامله اساسا عشان احط عليه الشعار بتاعي او اعرض عليه الشعار بتاعي. اعمل اللي انت عايزه. ممكن كمان تيجي عند اول لاير هنا واضغط لوك اب هنا وغير اللوك بتاعك مفيش مشكله. تعالى مثلا اختار كده. بصوا ادى حاجه تانيه خالص مختلفه. ما عندكش اي مشكله. اضغط على اي لوك اب من عندك من دول وليكن كده وابتدي تعامل عادي جدا كانك بتتعامل داخل برنامج فوتوشوب بطريقه طبيعيه. ما عندكش اي مشكله. روح للاستريتور كمان لو عايز. انا عندي شعار زي ده. خد الشعار اهو كنترول سي وروح للفوتوشوب. اوكي واعمل له كنترول في. هيجي الشعار بتاعي بيقول لي عايز سمارت اوبجكت ولا بيكسل. خليه سمارت اوبجكت عشان اكبره وصغره بدون اي مشكله وبدون ما يظهر عليه اي بيكسل او اي تاثير للتكبير او التصغير. تمام نزل الشعار بتاعي اهو وابتدي صمم عادي جدا زي ما انت عايز. انا مش عايز احطه بالمنظر ده. عايز اعمل له افكت. عايز اعمل له اي حاجه. ما عندكش اي مشكله خالص. انا بالنسبه لي مثلا عشان اعرضه بطريقه كويسه فممكن اعمل كده. اوكي وخلي ده باللون الابيض. رجعه ورا كنترول A وابتدي اعمل له محاذاه مع الارت بورد بتاعتي. صغره شويه مثلا كده. اعمل واحد كمان منه نسخه تانيه. وتعالى هنا الاي دروبر وخليه بنفس اللون بتاعي ده وليكن او اللون الغامق ده شويه كده. وتعالى هنا واديله نفس اللون بتاعي. رجع ورا كبره شويه وليكن مثلا كده. اعمل سيلكت على اللير الابيض. وقف على اللير اللي بعده واعمل ديليت من الكيبورد بحيث ان انا عايز اقلل الشفافيه شويه عشان يبان الكلام او الخلفيه اللي ورا عندي وليكن حاجه زي كده اهو. ممكن امسك بقى كل دول كده مع بعض وابتدي ان انا اصغرهم شويه كده. اعمل اللي انت عايزه. اعمل اي تصميم وتعامل عادي جدا ما تشغلش دماغك بالحاجات اللي احنا عملناها في الاول وكانت بتتحرك. ممكن اجي اعمل كده وليكن واعمل كده واديله هنا زي كاني هعمل خلفيه او ظل. تعالى هنا اعمل له ماسك. نعم زي خلفية او باك جراوند او ظل ايا كان اي طريقة انت عايز. انا بس بوريك ان انت تقدر تشتغل عادي جدا متشغلش دماغك ان في فيديو وفي الكلام ده. اشتغل عادي جدا جدا كده وتبتدي تقلل الشفافية بتاعتك هنا كده وليكن مثلا انت عملت حاجة زي كده. تمام انا خلاص خلصت كده. انا عايز اعرض الشعار اللي انا عملته ده. انا كل ده عشان اعرض الشعار بتاع اثر بس قلت احط له حاجة تبقى شد النظر شوية. حركة هي السماء بتتحرك الرمل بتتحرك والشعار بتاعي ثابت وده اللي انا عايز اعرضه. موضوع بمنتهى البساطة. وبعد ما تخلص زي ما قلنا عايز تصدر الشغل ده سواء ان انت هتصدر اكسبورت ريندر فيديو لو عايز تعمله فيديو او ان انت ترفعه جيف زي ما قلنا الدرس اللي فات. اللي ما شافش الدرس اللي فات يا ريت يشوفه عشان يعرف خصائص التصدير سواء هيصدر جيف او هيصدر عن طريق فيديو ام بي 4. طبعا بنصبر عليه لحد ما ابتدي يعد البيانات بتاعتي او التايم لاين يقراه. بعد ما يخلص ظهرت عندي في المحاذاه اهي كل المطلوب منك في القائمه دي كلها. طبعا اختار جيف زي ما اتفقنا وتيجي هنا عندك تخليه فوريفر فوريفر بحيث ان هو يبتدي على طول يشتغل ويعيد تاني الشغل بتاعه. طبعا المساحه بسيطه جدا لان انا بصدر جيف مش بصدر صوره او مش بصدر فيديو ام بي 4.
وتبتدي تعمل بلاي، ممكن تشوف المنظر اللي انت عايزه. ابص عندك الصورة، هي الرمل بتتحرك وعندك السماء بتتحرك واللوجو بتاعي ثابت، يبقى انا عرضت اللوجو بتاعي بطريقة كويسة. بس الموضوع بسيط جدا، ومتنساش ان انت تعمل فوريفر. بكده النهاردة يكون درسنا انتهى، اتمنى يكون نوع عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله انتظروني في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.